هذا البرنامج برعاية مشاهدينا الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم، برنامج من الآخر. هذه الحلقة كيف بتكون حلقة متنوعة ومختلفة، وكيف بتكون كلها تصريحات وإجابات ومشاهد، إن شاء الله كيف بتكون مفاجأة لكم. هذا إحساسي أنا، الإحساسي عمره ما خاب. والسبب ضيوفنا لهذه الحلقة، ضيفتنا الأولى الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف، والفنانة اللبنانية نانسي أفيوني، والشاعر والملحن العراقي عادل العراقي، وفريق البواسل بيعرضون كل شغلاتهم الخارقة مع الكابتن السعودي فاضل بن عايش لحمد. والليلة في برنامجنا أكيد كل شيء بيكون من الآخر مع جميل أبو وردة من فلسطين، رنا العمودي من اليمن، كريم الغزل من مصر، سمير قواص من لبنان، عمر بن حيدر ولد بلادي من الإمارات، وأكيد فرح ملحس من الأردن. والحين مع فقرة سكسيس ستوري. قدمت عام 2002 برنامج مع ماريا معلوف على قناة MBN اللبنانية، وبعدها برنامجها بلا رقيب عبر قناة المتوسط الليبية، وأيضا برنامج مع ماريا معلوف على قناة المحور المصرية. أسست شركة ماريا معلوف للطباعة والنشر والتي تصدر عنها جريدة الرواد. أسست قناة ويب تي في تقدم من خلالها برنامج للرواد فقط من 2010 لليوم. مثلت بفيلم للمخرج عادل سرحان، وبصدد تأسيس شركة إنتاج سينمائية وتلفزيونية تملك دار الخليج للطباعة والنشر، وعنها تصدر مجلة مرآة الخليج، وهي اقتصادية اجتماعية وثقافية، وبالتصويت هي الإعلامية الأجرى لمدة 3 حسب شركة MT International. رحبوا معي بالإعلامية ماريا معلوف. يا هلا، مرحبا فيك، نورتينا في برنامج من الآخر. خبريني شو العنصر الأهم لسبب نجاح ماريا؟ انتم مستضيفين، فهذا هو عنصر النجاح. اني معكم دبلوماسية على طول. العنصر الاهم في نجاح، يعني اكيد الواحد التمرس والاصرار والطموح، يعني طموح طموح طموح، هذا اهم شيء. هذا من اوكي، شو نقطة تحول حياتك، النقطة اللي منها حسيتي انك انت خلاص رحتي لعالم ثاني؟ كتاب الأول اللي عملته هو امرأة تبحث عن وطن، دخلني إلى مجال الإعلام المرئي. يعني فيني أقول أنه النقطة الأساسية بحياتي هي بلا رقيب أول برنامج قدمته على قناة الجديد، فهيدا حطني على الساحة العربية، واستقطبت فيه كثير شخصيات مهمة مثل ما أنت قلت بمقدمتك. بعتبر أنه الإعلام المرئي ضروري، يعني في ناس يمكن بتكتب وعندها باع طويل بأفكارها يعني أو بثقافتها، ولكن الإعلام المرئي بيلعب دور أنه يوصل الرسالة بأسرع وقت ممكن. أكيد إحنا الحين عن طريق المقدمة قلنا كل نجاحاتك وكل إنجازاتك، لكن الحين نبغى نعرف وين فشلتي، وأكيد ما في إنسان في حياته ما فشل، لأن أكيد ممكن يغلط ويصلح غلطه ويقدم أكيد الأفضل. فشلت أكيد، يعني الوقت لما الشخص بيكون مثابر كتير وبيحب عمله كتير أكيد أحيانا بيفشل بالحياة الاجتماعية. وين فشلتي؟ بدنا نعرف. فشلت إني تزوجت وطلقت ربما.
هل تحسين انه ما قدرت اعمل حياه عائليه طويله الامد بسبب شغلي وعدم فهمي؟ يعني دائما نحن كنساء رائدات في المجال الاعلامي او الكتابه او العمل يعني باي مهنه كانت، ان كان بالاقتصاد او سيده اعمال وات ايفر، دائما عندها اولويه هي نجاحها وشغلها انه يتقدم وتشوف الحياه من منظار اخر. ممكن الرجل ما يسندها للمراه بس على فكرة ممكن الطلاق ما يكون يعني سبب فشل، بالعكس ممكن الطلاق يكون سبب مثل لنجاحك ما بعد أو تكمل مشوارك. يعني بالعكس أنا بشوف الكباية من الناحية المي يعني المي الملقان، يعني من ناحية الملقان ما بشوف في كل شيء بحياتي هو إيجابي، أنا بشوف ما بشوف شيء سلبي. طب ممكن مشان هيك أنا بحس إنه الحياة حلوة بتستمر مهما كانت الصعوبات اللي بيمرق فيها الإنسان. طب هاي عطوها صفقة على هالكلمة، عطوها صفقة على هالكلمة. الحياة تستمر، الحياة مستمرة ما توقف. هاي من الناحية الشخصية، بس من الناحية المهنية من أهم الأشياء اللي الواحد بلاقيها بالإعلام مجالك بشكل خاص هو الرقابة. هلأ في عندي جزئين من السؤال. إيش دخل الرقيب بشغلك؟ دخل الرقيب بكتير محلات، منشان هيك أنت هلأ ما بتشوفني على ولا شاشة، ولجأت لشيء اسمه ويب تي في، أرواد ويب تي في، اللي هو حلقات ما فيك تقطعها، ما فيك تلغي ضيف، ما فيك أنت بقرار إداري تكون بمحطة عندك حلقة شوي فجأة بتطلع على الهواء بتلاقيها مش موجودة، ونعتذر لأسباب تقنية. أسباب ملتوية عديدة حصلت معي بفترة طويلة من حياتي بخلال عملي مع 4 محطات تلفزيونية، كل واحدة لها حكايتها يعني. بس الرقيب أنا بلشت بلا رقيب واصطدمت مع كتير عراقيل ومعوقات من شخصيات. تتعاملي مع شغلة زي تويتر مثلا عشان تقدري تطلعي كلمة على طول؟ هلأ هيك أنا هلأ من 2010 لليوم بؤمن بشيء اسمه التواصل الاجتماعي، لأنه عم بقدر أعرف غير ما أحضر نشرة أخبار آخر النهار يعني. طب في معنى للرقابة بهيك حالة؟ يعني عندك تويتر وعندك الإنترنت، معناها أن الرقابة تقريبا زالت فيك تقولي؟ زالت ولجأت ما في حكم علي يعني أنا أقدر أشيل وأحط لها خاصومة الناس نزلوا. 2010. إيش بتخافي إذا ما بطل فيه رقابة؟ أنا ما بخاف ولا بعرف بحياتي كلمة خوف. قوية، امرأة قوية. امرأة قوية. طب تغير معلي أسألك الجزء الثاني من السؤال. إحنا حكينا على السوشيال ميديا الإنترنت، بس كمان الوضع تغير بالعالم العربي. يعني واحد زي باسم يوسف مثلا هو من الإنترنت طلع وهلأ عنده تلفزيون وهو اللي بيأمر. أنت بتأملي إنه يكون عندك نفس الوضع تقريبا؟ مش إنه مش نفس الوضع تبع باسم. أنا باسم بحيي كان له دور يعني، ونعرف بمهاجمته لمحمد مرسي رئيس المصري اللي هلأ معزول وتقابل. كل إنسان في عنده أو كل إعلامي عنده لمحة بحياته أو في عنده بيك تايم بحياته. باسم يوسف أخذ خيار الصح إنه انتقل لشيء هو لقاله خاص، يعني هو رب العمل. أنا تجربتي هون بتختلف شوي، لأنه أنا لجأت لشيء جريدة سياسية، يعني جريدة وبعتبر أنه الورق هو مهم، يعني أنك تملك. أنا من يمكن الأمرأة الوحيدة بلبنان اللي عندها ترخيص جريدة سياسية تصدر يومياً، يعني مش ورثتها عن أهلي. يعني أنا أخذت قرار من 2002 لليوم أنه أنا بالإعلام المرئي ما حأستمر، لأنه مثل ما أنت عم بتقول بلا رقيب بطل بلا رقيب. يعني لما بطل بلا رقيب أخذت قرار أنه أنا عندي لازم سؤال إليك. استمر بشيء اسمه لإلي. في نقطة بس عايز أقولك عليها برضو. فضل. كنت قلتي أنت الوحيدة اللي عندك ترخيص لجريدة كأمرأة بلبنان. أنا لاحظت حاجة برضو، حتى قالوا لي أنا روز اليوسف بتاع لبنان، يعني ده كتبه عني أحد المعلقين والمحللين السياسيين. طب إيه سبب يعني أنا شايف إن في ليك انفرادات كتيرة جدا بلقاء مع مسؤولين، حتى قنوات الأخبار صعب إن هم يوصلوا لهم. إيه السر ورا إن أنت بتلاقي الناس دي وبتعرفي؟ هم مش صعب يوصلوا لهم، هن مش قادرين يتحملوا اللي بيقولوه. يعني هن مش قادرين إنه أنا ليش بدي محطة فلانية أو قناة فلانية عندها بيبقى داخل المال السياسي على الموضوع، يعني في مصالح خاصة. في احنا انا طلعت من هذا الجو اللي هو تتحكم الادارات بعقولنا لانه نحن بدنا نقول الحقيقه، يعني نبحث عن الحقيقه ونبحث عن الناس اللي هن في جريده الرواد وفي الارواد ويب تي في، اشخاص مثل مثلا يمكن نأيدهم يمكن لا، مثل كارلوس بسجنه اخذته بلقاء عبر التليفون لمده 1.5 ساعة وقال اشياء كثير ما بعتقد في محطه بتقدر تحمل هذا الكلام. بس هل البيرسونال كونكشن او بالعربي اللي هو زي الصداقات او الناس اللي انت عارفاهم هل ساعدت في الموضوع ده ان انت تحاولي تجيبي جزء كثير بسيط اللي بيفرضك على الساحه الاعلاميه او السياسيه هو نجاحك؟ يعني لما حلقه بتنجح انتم هلا ناجحين، حلقه الثانيه بتجيب ضيف ينجحك اكثر، فهي تراكم مش مجرد انه علاقات، كل العالم عنده علاقات، everybody knows everybody. يعني احنا المهم هو الشخص اللي لما تتحاوروا او يعرف انه
فلان الفلانية عندي ثقة أعمل معها مقابلة وعندي تاريخها بدل أنه هي قادرة. بس أغلب كلام الناس بتحكي أنه الكونكشنز هي اللي وصلتك لوين أنت وصلتي، هذا مزبوط لحكي؟ هيدي يمكن حملة من الإشاعات بس أنا ما بنكر، يعني ما في صحافي ولا إعلامي ولا حدا بيشتغل الشأن العام ما عنده connections. يعني أنا لما بدي أوصل بالثورة السورية اللي مواكبتها، إذا ما بدي يكون عندي ناس على الأرض بالغوطة يحكوا عن الأشياء اللي صارت، وإذا ما كان عارفة وكيف بدي مع أحكي مع الشخص الصح ليوصل الكلمة المضبوطة، بتبني هيدا الشيء، مش أنه مجرد أنك لأنه بدك يكون عندك علاقات فبتوصل. هلأ هو صعب. غرور ولا لا أنه تسمي برنامجك باسمه؟ لازم تسألوا هيدا الشيء الصراحة لهلا سرحان تسألوا هيدا الشيء لمحمد حسن هيك فور يو، يعني احنا بنسألك انت عم نسألك انت شخصيا، مش انا مني اول وحدة اطلقت اسم البرنامج، وهلا بتلاحظي انه ثلاث ارباع البرامج مغرورة ولا لا؟ شفتيني كثير مستحية منكم. قولي انا ما مغرورة، انا واثقة في نفسي، ماني مغرورة، ماني مغرورة، برافو، زقفوا لعبد الله، هينا هيا هيا اللي بدي أقوله إنه حلو الإنسان يعتد بحاله، بس مش لدرجة جنون العظمة. عم نشوف حكامنا عم يوقعوا بسبب هالحالة اللاوعي اللي عم يوصلوا فيها والانفصال عن الواقع. أنا أعتبر كتير من الأشخاص اللي إجري على الأرض، وبعرف خطواتي الثابتة، وبعرف كيف أحكي مع الناس اللي بعت، يعني لكل مقام مقال. فما بعتقد إنه أنا مغرورة أبداً. ماريا خلينا نقوم هيك كلنا سوا من جو السياسي ونروح على شوي الإكسبرينس اللي عملتيها بالتمثيل. عرفنا كلنا عرفنا إنك أنت أول مرة كنت بتشاركي، كنت مزبوط أول مرة بموفي اسمه بيترويد للمخرج عادل سرحان. كيف كانت الإكسبرينس تبعيتك؟ وحسيت إنه في كان فرق بينك وبين الممثلين اللي هن أكثر إكسبرينس منك؟ لأنه كثير سؤال حلو، لأنه استوعبوني بطريقته ختام اللحام ساعدتني بالشيء اللي بدي أقوله. بس بدي أقول شغلة، أنه هن ثلاث مشاهد أخذوا وقت كتير كبير، وتجربة التمثيل مختلفة عن أي حلقة منقدمها أو منعملها أو أي انترفيو منعمله. الحاجز بيني وبين الكاميرا كان رايح، يعني ما في حاجز بيني، مش هيك ما كان عندي صعوبة، بس كان عندي صعوبة أنه بدي أنا معودة أتحكم أنا بالكلام اللي بدي أقوله. فكان عادل سرحان مصر على أنه الجمل تنقال بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب بدون لا شيء زايد لا شيء ناقص. هذا شيء متعب، يعني متعب لواحد متعود هو يقول اللي الفكرة يقولها. بس بعتقد سؤال عندي لك، تجربتك مع ناصر ولدك في الفيلم كيف كانت؟ شوف زعلان منه لعادل، برجع بقول لانه انا الهدف كان انه ناصر يبين بالموفي. ناصر شخص كانه بحسه عايش كان تجربته الاعلاميه وهو باحشائه، يعني لما طلع على الحياه ما حسيت هو غريب كثير عن الجو اللي انا كنت فيه. يعني بامريكا كان عمره 11 يوم لما راح معي على حلقه كانت مع زبيغنيف بريجنسكي مستشار الامن القومي. بحب العالم، بحب الفوتوغرافرز، يعني بحب ياخذ صور، بحب عشره، ما في حدا بيقعد معه الا ما بيحسه قريب القلب وسوشيبل. فكل فيلم انه نفوت على ناصر بمشهد او مشهدين، بعدين قلبت الحكايه لانه صار في عنف اسري وصار في قضيه اجتماعيه لازم الواحد انه عن جد يقدم فيها شيء. طب سؤال، هل كان ناصر له يعني كيف دخل ناصر؟ زعلان انه ناصر فات بمشهد هيك ما مبين وجهه. فمثل كل ام. السؤال الثاني، كيف ناصر دخل الفيلم؟ هل كان المخرج طالب منه ولا واسطه؟ لا ولا واسطه، انت تعرفي بشكل كثير عفوي انه هو ما كنا فيه ناخذه على محل، يعني لما شاف الكاميرات عم تطلع على البيت ومن الساعة 2، يعني ما فيك انت وين، ما في، ما بدي اخده عند اهلي، يعني بدي عايشه الاكسبيرينس. فات بالموفي كنا مقررين انه هو يكون له دور، بعدين فات بانه هو فتح الباب للضيوف اللي جايين، ما كان دوره يعني ما كان مدعوم ناصر بشكل انه ما كان قادر ما يقعد الا معي بهذه الفتره الزمنيه، وانه فعلا عادل له دور مهضوم ببين فيه انه لانه انا بالموفي هي حياتي الشخصيه، يعني حياتي بتعيديها ولا بتعيد ولا بتركز في السياسه والاعلام اكثر وخلص ما بدك تمثل اول مره واخر مره؟ هو بعيدة مع عادل، وهلأ عم نعمل فيلم جديد بيحكي عن الطائفية، بس بعيدة بدوري أنا مش كممثلة، بعيدة عن الجو اللي أنا عايشته، يعني بعيدة كإعلامية ضيفة بأي فيلم. من الآخر رأيكم في ماريا؟ كريم، بالمحاولات والناس اللي انت بتحاولي تقابلي معهم وان انت وصلتي ان انت تقابلي مع الناس دي اكيد thumbs up. رنا،
صراحة امرأة جميلة وناجحة وقوية وأكيد رمز. لا بجد يعني ما شاء الله عليك. جميل. أنا بقول لك thumbs up. أكيد. عمر. امرأة وأم وإعلامية ما شاء الله عليك. Yeah, thank you. تسلم. فرح. جميلة وذكية وقوية. دبل ثامز اب فور شو دبل سميرة. انا عن جد بحب طموحك وحبيت فستانك سو ثامز اب. احلى الازياء احلى الازياء. وانا اقول لك انت دائما بتمني ان شاء الله التوب وقلت لك ان شاء الله واكيد كل عمل ان شاء الله اكيد من وراه يعني الناس ورضاء الناس اكيد هذه بحد ذاتها يعني متعه واكيد شرف كبير لك واكيد لكل الاعلاميين ان شاء الله اكيد العرب. شكرا لك وشكرا لك على البرنامج. شكرا لك. مشاهدينا الكرام بنطلع لفاصل ومن بعدها بنرجع لكم لا تروحون بعيد. ايش الصوت اللي تتمنى انه يغني لك او في يعني من الفنانين او الفنانين؟ هلا هو صعب بس راح احاول. مين؟ ملحم بركات. ملحم بركات. بركات. رجعنا لكم مع فقرة عايشين على كيفهم. ملحن وشاعر عراقي من مواليد بغداد وتخرج من كلية التربية الرياضية من جامعة بغداد. اكتشف نفسه من تقريبا حوالي 12 سنة أنه يحب الكتابة والتلحين. تعاون مع وائل كفوري وصابر الرباعي وملحم زين وعاصي الحلاني وجورج وصوف وأكيد غيرهم من الفنانين والشعراء. رحبوا معاي بالملحن والشاعر العراقي عادل العراقي. I'm glad you came. يا هلا ومرحبا فيك استاذ عادل. منورنا اليوم في هذه الحلقه واكيد منور كل متابعينا عبر شاشه دي ام تي في اللي اكيد يعني هم في انتظارك واكيد انتظار سماع جديدك. وايضا عندنا اسئله كثيره ان شاء الله انا واكيد مجموعتي واصدقائي وحبايبي مرافقيني في هذا البرنامج. في البدايه تحب تلحن حق منو؟ منو من الشعراء اللي تحب تلحن لهم؟ الكلمة الحلوة ما في أي شاعر بتكون كلمة حلوة حتى لو يكون شاعر ما عنده هالخبرة يكون جديد بس يكون في موضوع إنه لا يوصل للعالم لا يصدقوه يكون صادق. وتحب منو يغني لك ألحانك؟ بحب الصغار أكثر من الكبار. يعني لأنه يكون أنا عملته. رغم أن أنت عندك أسماء كبيرة وعمالقة في الفن غنوا لك. صح بس في كلمة أنا أخذها من ملحم بركات مش يعني أخذها منه علمني إياها. ملحم بركات الموسيقار أكيد قال لي بدك تربي الكبار ربيهم بالصغار. فالأغاني مع الصغير إذا ضربت بتكون أنت عملته الكبير راح يربحك جميلة إنه لو ما أنا غنيتها ما بتزبط وما بتصير ومش حلوة. في عالم الألحان يعني أغلبنا الحين تقريبا صار يسمع أغاني متشابهة. أغاني كثير متشابهة أسمع الأغنية تقريبا مثل هذا اللحن مثل هذا اللحن حتى التوزيع تقريبا يكون نفس الشيء. بس في إطار الألحان يعني هل إحنا عندنا أزمة ألحان وأزمة كلمات؟ أحيانا صار في كلام ينقال أحبك روح لا تيجي يعني كلام ما له معنى. ففي عندنا أزمة كلام كلمات وألحان؟ مش أزمة كلام للأسف صارت تجارة أكثر من فن. يعني اللي فايت بهالمصلحة كتجارة أكيد ما عنده مشكلة إنه بيعمل اللحن 5 مرات 6 مرات بس يغير الكلام عليه لأنه عم تضرب غنية. عم بيصير الفنان للأسف هيدا نوع من الجهل يعني صار يجي للملحن يقول له بدي غنية تشبه هاي الغنية. ما في شيء اسمه تشبه ممكن بس ممكن قصده مثلا تشبه بمعنى مثلا نفس الإطار مثلا سواء مثلا دق معين يعني بشيء معين أو مثلا أغنية يعني ربشة اللي فتشة. لا هي صار إيقاع الإيقاع الهوى الإيقاع عند الموزع. لا الإيقاع هو ببلش عند الملحن لما بدي لحن أنا مش راح لحن هيك لحالي أكيد في ريتم في إيقاع في تيمبو عم بمشي عليه. في عندك أغنية خربت الكرة الأرضية هي قلب قلب وين وين. نعم صح هي لرفيقة للشاعر ضياء الميالي بوجه له تحية. كل
الفنانين صار بدهم يغنوا قلب قلب. نفس الستايل. خلص ما قلب قلب هيدي الأصلية ما بقى في تقليد لا. كيف تقريبا هو صوته لما يكرر؟ انت صوتك حلو لما تتغني ولا لا؟ كيف تلحن ترى؟ شوفوا انا مثلا شوي دخلت في عالم الموسيقى لما قلنا نشتغل في المسرح وكذي. الملحن يسجل صوته وهو يقول الكلام بالتلحين وعقب يصير التوزيع. فلما سجل كيف سجل؟ سمع صوتك عشان اعرف اذا كان اوكي ولا لا. راح سمعك موال هو بيحكي على حمام الدوح. لنفسر. ايه برافو منيح اللي قلت. بفسر لك اياه. حمام الدوح هو بيون حزين، هو أكتر طير حزين. فعم بقول له يا حمام الدوح وش مالك تون؟ يعني شو بيك عم بتون؟ حق أي فنان هذه بس عفوا؟ هيدي لفنان الله يرحمه ناصر. ناصر قديمة. كان من الحانك؟ لا مش من الحاني. أوكي بس أفسر لكم. بس هيدا لك شو حلو. أنا عندي أغاني كتير في أغاني الحان، بس هيدا الموال مأثر فيه من أنا وصغير يعني. يلا نسمع عشان نحكم عليها. ناصر يلا. يا حمام الدوح وش مالك توين؟ يا حمام الدوح وش مالك توين؟ انت ربع الليون ونيته مو بس انت يمر بيك الحزن. انا حزن من الصغر ربيت وصار مثلي يعشق ويهوى ويحب ومثلي يكتب بالشعر خليته علماني على الجقاير والتتن وبيا يشرب لو خلص باكيت. يسلم هالصوت. ذكرتني بأغاني كثيرة يعني عراقية قديمة والناس قدامة عراقيين، يعني الصوت العراقي الأصيل. عندي شغلة دائما على فكرة، يعني أغلب العراقيين تقريبا التقيت معاهم في كثير من اللوكيشنات، أصواتهم أغلبهم أصواتهم ما شاء الله حلوة. إي والله والله العظيم جد أمانة أغلب العراقيين دي أصواتهم، وتحس في شجن حزن قديم. هيدا أصوات ترعرع من الصغر يعني واضح من فينا ترعرع. فشو هس يعني هل هالسبب مثلا من وراء أن هم يسمعون وايد متمرسين تربوا على مثلا الأغاني القديمة فسمعوها عادي، ولا شو السبب بالضبط؟ لا السبب عبد الله، العراق هو أرض كربلاء كر وبلاء، أرض حزن صار فيها حروب من أيام الأيمة. فصار يخلق الطفل العراقي، يعني تخيل امه بتنيمه على في اسمه دللو عندنا هيك، كيف عندكم ينيموا الطفل؟ شو بتقولوا فيه؟ دللو يا الولد يا ابني يا دللو، بهالنغمه الام تقولها حزين يعني حتى الام قاعده تنوح. تخيل الام عم بتنوح، شو بده يطلع الصاد؟ يعني بنطلع نبكي. اقول لك واحنا صغار ها يا نون احنا مختلفين تماما. طب الوضع معلش اسالك، انه الوضع بالعراق حاليا يعني خلال اول العشرين سنه اللي فاتوا نعم الوضع طالع نازل طالع نازل، ايش بيعمل فيك انت كملحن وككاتب؟ الوضع طالع نازل باي يعني صار سياسه او فن او سياسيا نعم. حروب وبعدين اوقات فيها سلم يصير فيها مثلا هلا في مثل نهضه يقال بس نعم. ما في ثبات. انت كفنان اولا ساكن ببيروت؟ انا مقيم ببيروت لي 15 سنه. بس بتتاثر باللي بيصير بالعراق؟ هل بتلاقيه بياثر على ولا شغل هذا شغل وهذا أكيد. انا وضع شخصي بتاثر كشخص من داخلي جوا، اكيد بحزن مش بس على العراق، على كل شيء عم بيصير بالمنطقه، يعني الشرق الاوسط كله عم بينأذي. هذا يعني احنا جزء منه، ما فيك تقول يعني الخليج او سوريا او بلاد الشام كلها عم نحكي، ما فيك ما تزعل لانه مثل ما بس صار عندهم هذا الشيء راح يصير عنا نحن. عندك يعني طريقه تعمل سويتش اوف يعني تطفي هذا؟ انا بفصل. ايه تفصل. ايه بين الاشياء وقت اللي بدي اشتغل هاي ميله وهي ميله. زين السؤال الثاني، متى تحب تشتغل؟ في اي ساعه من النهار، الصبح، المساء، ولا 24 ساعه؟ احساس ياخذني، ما بعرف امتين احساس. يعني ما عندي وقت. زي متى الاحساس؟ يعني انا احساس الصبح تحب تكتب، تحب المساء؟ لا قبل ما انام يعني انا ونايم بصير بحكي.
انا ونايم بتطلع افكار معي ينام ويحط ينام ويحط تسجيل بحط ريكورد عشان يقوم من النوم يسمع شو قال. نعم صح. بيت بدي اقول لك شيء هلا حابه اعرف مثلا انا بحب اكتب كثير بس الواحد هل هو بيخلق كشاعر ولا هاد شيء انت بتتعلمه وبتتدرب عليه؟ لا هي موهبه بس الموهبه بدك تنميها انت لتكتشفي حالك انه تكتبي كيف بس كيف بدك تقري لحتى يكون عندك مصطلحات تقدر تفسري شو يعني معنات هالكلمة هذه. والشعر الغنائي بدك يكون في حنكة نحن نسميها يكون عندك حنكة كيف تركب الكلام على الكلام. يلا نسمع نسمع رنا رنا العمودي طبعا طبعا رنا طبعا طول الحلقة ممكن تكون شوي نايمة ممكن شوي تقوم ممكن شوي تصيح ممكن نسمعها. ايش الصوت اللي تتمنى انه يغني لك او في يعني من الفنانين او الفنانين؟ هلا هو صعب بس راح احاول. مين؟ ملحم بركات. ملحم بركات. ملحم بركات. مؤيد. ليش صعب؟ لأنه هو ما بياخد ألحان من غيره هو ملحن. خلاص. طب مين أجمل صوت غنى لك؟ أجمل صوت؟ برأيك. كلهم جميل صوت. ها أجاوب أكيد. وهيك ما تكون ما فيك تكون هالقد دبلوماسي. في كذا كذا. وائل. أحلى حد. وائل كفوري. أكيد وائل. وبنت. عاصي شيماء الهلالي. الله بيزعل ملحم. خريج ستار أكاديمي. عنده صوت. يا رب نجينا. يعني أنا بقعد هيك خلص ما بقى فيه يتحرك بس اسمعها. أنا حاجة سريعة بس تفضل. هل كان في حد مصري من المغنيين في مصر نفسك تلحن لهم حاجة أو لحد دلوقتي لسه ما لحنت لهمش أو ألفت لهم حاجة؟ إذا ما بعرف إذا رح تزعل مني بس شوي صريح. لا 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 شوي صريح. المصري إذا بيغني لبناني بلحن له بس يعني عشان اللغة لأنه أنا لحنت مصري. أها. لا ما فهمتني لحنت مصري أنا بس المصري هي مش شيء غلط بيحبوا بعض كتير أنا لاحظتهم باستديوهات وهيك كتير بيحبوا بعض. نحن للأسف شوي سوق لبنان فلان يحكي على فلان فلان يحكي على فلان إن شاء الله ما يصير هيدا الشيء بس الفنان المصري ما بحب فوت معه بسوقه. اوكي بتحب ان انت تخلي لانه قد ما عملت مصري اوكي يمكن ببرع بموقف من المواقف بالمصري بس مش راح اعمل مثل المصري انا بس في ملحنين كثير حتى من لبنان ومن كل الخليج بيعملوا بالمصري. عامل انا مصري وكاتب مصري يعني من الصعب عراقي يكتب مصري عرفت كيف؟ انا كتبت ولحنت مصري بس انا بطلب من الفنان المصري شوي يحط اجره على الارض من خلالك من خلالك عم وصلها شباب وبنات يكون متواضع اكثر لانه ما في حدا ما بيحب مصر وما بيحب تاريخ مصر وفن مصر وتربينا على محمد عبد الوهاب بليغ حمدي اكيد كلهم اساتذه اكيد فشوي تغير هلا الوقت بعتقد أكيد. ما صار في مثل لبنان تاريخ الفن تبعه مثل تاريخ مصر صح بس حلو واحد يحط اجره على الارض قد ما عمل خليه يضل يقول ما عمل شيء بعد مزبوط. شباب كلكم حطوا رجليكم على الارض مثل ما قال لكم واعطوني رايكم من الاخر في الاستاذ عادل العراقي في صوته وفي الحانه وفي شعره وفي كل شيء اعطوني رايكم فيه نبدا به رنا انا اعطيك اكيد ثامز اب على اغانيك والحانك وصوتك وبس ثامز داون ابغى اغاني خليجيه اكثر عراقيه اوكي نروح حق فرح انا عراقي انت وشاعر وملحن ثامز اب بس يا ريت تحكي باللهجه العراقيه كريم حرب عليك عشان انا ثامز اب على حقد علي لا 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 ده انا لا اكيد ما عندي حقد انت لسه قبل ما تروح حقد انا بقول لك كان عم يعمل هيك انت حقد عامل هيك ظلمتني ظلمه اهو لا ظلمتني اقول لك ثامز اب طبعا على كل اعمالك والحاجات دي بس عشان اكون امين معك حدي ثامز داون اكيد بحترم النقطه اللي انت قلتها بس تبقى مبادره كويسه ان انت ممكن تبدا موضوع ان انت تحط كل الوطن العربي اصل في الاول في الاخر مش مصر او مش لبنان او كله في الاخر وطن عربي طبعا حلوه تاخد مبادره ان انت تحط الناس مع بعض ان شاء الله فهديك ثامز داون لحد ان شاء الله الحلقه الجايه ما يبقى اب اما تاخد المبادره باذن الله سميره انا كنت بحب كل الحانك سو ثامز اب ثانك يو جميل والله عندي اكو هوايه اصحاب واصدقاء عراقيين ويا ريت تكثر من امثالك ثامز اب وعظيم صوت تلحين شكرا كتابة. شكرا شكرا, شكرا, شكرا جزيلا ولد بلادي عمر بن حيدر طبعا ثامز اب اي واحد عراقي ملحن و15 سنه برا بلاده ثامز اب اكيد شكرا, شكرا لك استاذ عادل وانا ايضا اقول لك جود لك
لأن أكيد في النهاية الواحد يعني مهما طلع برا أكيد إطار بلده أنت أكيد تشرف كونك عراقي، ولكن بالعكس أنا شرف أنت تشتغل بالأغاني العراقية والأغاني اللبنانية والأغاني المصرية. حلو التنوع، حلو الانتشار كاسم عراقي في الوطن العربي. كل شيء قوة تقدير لك وعلى حضورك حلقتنا لهذا اليوم. مشاهدين الكرام بنطلع لفاصل قصير وبعدها بنرجع عشان نواصل. لما سوى الصورة هذه هو قاعد ينقل صورة هوس النساء بلبس الأحذية، يعني يبغى يقول لنا أنتم النساء لهالدرجة مهتمين بالأحذية وبتغيير الأحذية ألوان الأحذية. هو نقل هذه الصورة بصورته اللي سواها. معاكم الحين مع فقرة تعلق على الصورة. عمل فني لفنان يصور فيه هوس النساء بالأحذية. خلينا نشوف مع بعض الصورة ونعلق عليها شباب. يعني تخيلوا لما واحد يبدا يعني يكون مهووس بتصوير احذيه النساء، يعني ما حصل شيء صوره غير الاحذيه. هو هذا جنسيته اسمه جون بريد. جون بريد. هاي بريد 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 اذا بتريد. اذا بتريد يعني انتوا مع انه واحد ممكن يكون عنده هوس يصور احذيه النساء؟ انا صراحه عجبت يعني التكنيك اللي استخدمت بهاي اللوحه. الصوره جميله كثير حلوه، بعدين فيها ديتيلز. يعني اذا بتلاحظ كل اجر لابس سكربينه شكل، يعني فيها ديتيلز كثير حلوه. وحده سكربينه بتجي كلها سوا، وحده سكربينه عاليه، وحده واطيه، وحده ساندال. حتى الديجريديشن تبع الالوان كثير حلوه. وبعدين استخدم 3D ايفكت، يعني شيء طالع شيء نازل. شوفي هو لما سوى الصوره هذه هو قاعد ينقل صوره هوس النساء بلبس الاحذيه. يعني يبغى يقول لنا انتم النساء لهالدرجه مهتمين بالاحذيه وبتغيير الاحذيه والوان الاحذيه. هو نقل هذه الصوره بصورته اللي سواها. فعلا اللي ورجتنا انه في هوس للنساء بالاحذيه، لانه انا اللي شفته اخضر ازرق احمر اصفر، بس هذا اللي شفته. انت قاعده تقولي لي كعب بس ليك مثلا الجهه الصفراء شو حلوين السكربينات. لا بس الصراحه احنا قاعد يدور الوان حلوه. شو تقولين فرح؟ قليل جدا ما بلاحظ الفرق. اخضر اصفر ازرق اوكي فن اكيد 100%، بس انا مش لقيتها. لكن فعلا المراه مهووسه بالاحذيه؟ في منهم انتي بس مرأة. هذا مش إشي غلط، بس انا ملاقيته. لا انا مهووسه باشياء ثانيه بس هلا مهووسه بالاحذيه؟ مهووسه؟ شوي ولا كثير؟ اوكي رنا شو تقولين؟ أنا عادي يعني ما تعني لي. أنت كل شيء عندك عادي؟ إي عمر كيف يعني؟ أوكي إذا النساء مهووسين بالأحذية، إذا الرجال بشو مهووسين؟ بالنساء. شنو؟ لا 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 ما بالنساء، ما معقولة. الرجال مهووسين بالنساء والنساء مهووسين بالأحذية. والله ما ادري، انا اشوف مثل ما قال، انا اشوف الوان واشوف احذيه واشوف ريال فاضي. خليني ازيد لك شيء. ممكن في يوم من الايام عمر تقعد يعني يكون عندك هوس بالاحذيه كرجل ايضا، انك تبدل في الاحذيه وشغلات هذه؟ ولا هوس في الاحذيه، انا هوسي بالرياضات صراحه. الرياض والكابات ها كل شيء كاب. اي والله وين مسكني عليها. كريم انا اللي شايفه ان كل واحد دلوقتي قال حاجه او شاف راي. انا احلى حاجه شايفها في الصوره دي ان هي حسب البوينت اوف فيو بتاع اللي بيشوفها بيبدا يترجمها. اللي بيحب التشوز شافها اتكلم على التشوز، اللي بيحب الكالرز اتكلم على الكالرز، اللي بيحب اي حاجه ثانيه رينبوز اي حاجه ثانيه. الحلو فيها ان اخذ بوينت اوف فيو بتاعت كل حد وده لوحده فن. انا شايفه ان الراجل ده ممكن يكون دي ستات بتضربه بحاجه، دي عدد الستات اللي عمل فيها حاجات في حياته وكل رجل من دي شلوت. مشاهدينا الكرام بنطلع لفاصل قصير ومن بعده بنتابع. خلكم معنا. قاعد عم بيشتغل عم بيحط البيتس، كان في ولاد صغار برا هو عم بيحطهم، انه هو ما شغلته يحط كلام، هو بس كان عم بيحط بيت فبده يعبي هوا. صار مايميا يعمل هيك، ولاد صغار حدو صاروا يغنوها. وشو بقت في الاغنيه؟ خليها هيدي وحط غيرها كلام. وشو بقت في الاغنيه وطلع بالصدفه؟ رجعنا
لكم مشاهدينا الكرام مع فقرة Public Figure. مس إنتركونتيننتال لعام 2007 مذيعة على شاشة روتانا من 2004 لين 2008، قدمت عام 2008 ألف ليلة وليلة ودعوة على العشاء عبر تي آر تي التركية. أطلقت بعدها أغنيتها ماي مياو اللي ما مرت مرور الكرام. رحبوا معاي بنانسي أفيوني. يا هلا مرحبا فيك، منورتنا في برنامج من الاخر. ميرسي عبد الله، بونسوار لك وبونسوار للجميع. اكيد حاب اسالك كمغنيه ولا كسيده اعمال ولا كشو بالضبط؟ قولي لي كيف ابدا اسئلتي معك. كل شيء كل شيء. سيده اعمال ومغنيه وايضا مذيعه في اكيد البرامج. قولي لي شو اكثر شغله انت تحبينها، اكثر شغله تشوفين نفسك فيها؟ سيدة اعمال، مغنيه ولا يعني مذيعة؟ صراحه انا تلفزيون كثير برتاح بالتلفزيون، وكان اول دخولي اذا بدك لهذا المجال كمقدمة برامج من بعد مشاركتي بملكة جمال لبنان. سو بدال التلفزيون بحس انه الشخص فيه يكون اكثر بيعبر، بيقدر يتواصل اكثر مع الناس، واكثر اذا بدك البروجرامات فيك تنوع فيهم بالمجال يلي بدك فيه. هلا الغنى بعدين صار اكثر اذا بدك هوايه او هيك، حبيت اعمل نقله اذا بدك لانه عشت بامريكا. تجربه كانت يعني لانه عشت بامريكا حبيت اعمل الفكره يلي كان انا على بالي اعملها. شو المشروع اللي الحين قاعد تشتغلين فيه؟ هلا عملت شركه سميتها ان اي برودكشن، رح اعمل بروجرام تو بروديوس، يعني البروجرام كمان يلي هلا على بالي بين اذا بدك على التلفزيون من خلال هيدا الكادر يلي انا شايفته. اكيد معاك في البرنامج، لازم تغنوا. نحن معاها في البرنامج من الحين، يعني اللي بيثقل دم عليها ما في برنامج. قولي لي شو قصه ماي مياو؟ شو قصتها الحقيقيه؟ انت لاحظت اول ما قلتها الجمهور كله صار يضحك. نبي نعرف قصتها احنا والجمهور وايضا المشاهدين. ليك قصتها شوي انه هيك مهضومه. كنا بامريكا، كنت عم بحضر لاول غنيه، وانا كنت عم بعمل اكتنج سكول بهوليوود تفوت مع ميرجي هيبر. سو هي اكثر اوديشنز يعني بفوتوا عليها، بيعملوا 6 شهور لسنه لتنقبل اكثر بالاوديشنز يلي بتكون ادوار صغيره. اكيد يعني هو دور 3 دقائق بركي بموفي، اتس هيوج لحدا جاي مش من عالم هوليوود ليفوت. سو وحتى ايفن فيك كنت عملت كثير وما تاخذ هيدا التشانس. سو حتى اقدر كفي اذا بدك بهيدا المجال هونيك، انعرضت هاي الفكره انه اعمل غنيه وصورها كليب ونزلها، بلش بامريكا حتى الناس اول شيء تتعرف علي، ومن بعدها بركي بيكون في هيدا التشانس انه فوت ب. زين وش معنى دخلتي يعني مغنيتي غنيتي انجليزي ما غنيتي عربي؟ رغم ان يمكن كان من الاسهل تدخلين بالاغنيه اللبنانيه وتدخلين للوطن العربي. لا بلبنان كنت اكيد اهين، يعني اوريدي شوي الناس بتعرفني هون، سو الاسم مش غريب. بامريكا اكيد ما حدا بيعرفني، ما حدا سمع فيي، ما راح اجي اغني لهم عربي، بدي اغني لهم انجلش. وحتى ايفن يعني في ملايين، في كثير ناس يعني بيجوا من كل العالم عندهم طموح يوصلوا للعالمية. وليش هالاسم بالذات؟ هيدا الاسم بالذات لانه ماي مياو، لانه اللي كتب الغنيه برودي براون هو اللي كتب لبرونو مارس. سو كنا بباراماونت ستوديوز، وبتعرف الشغل الاغاني هونيك مش مثل بلبنان، بتروح عند ملحن بتقول له سمعني غنيه وبيسمعك 10-20 غنيه وبتنقي بيناتهم. لا بتروح لعنده بتقول له انا بدي غنيه، شو نوع الغنيه؟ بوب ميوزك وريفر، شو اللي انت اللي بدك اياها. ببلش يشتغلها، يعني ببلش عم بيشتغل الغنية، عم بيحط بيتس عم بيشتغلها، وهيدا اللي صار عم بيحط البيتس وهيك. سو الاستوديو اللي حدنا باراموت ستوديوز فيه بركة 100 استوديو حد بعضهم، بتستأجر انت استوديو بتقعد بتشتغل. سو قاعد عم بيشتغل عم بيحط البيتس، كان في ولاد صغار برا هو عم بيحطهم، انه هو ما شغلته يحط كلام، هو بس كان عم بيحط بيت فبده يعبي هوا، صار ماي مياو يعمل هيك، ولاد صغار حدو صاروا يغنوها. وشبكت في الاغنيه؟ خليها هيدي وحط غيرها كلام. وشبكت في الاغنيه وطلعت بصت
هاتفة. خلاص خلنا كلنا سوا مع بعض نشوف بعض المقتطفات من أغنية ماي مياو. Plans for my body. You wanna turn me over? Here on this frying pan, we up against the wall, and then we said hello. لازم اجيب لك اياها حاجه مهمه جدا كريم دقيقه لا ميرسي يا جماعه ميرسي لازم اسالك هذا الشيء عايز اقول لك انت حكيتوا انه انتوا عم تعملوا هالغنيه انه كان في اولاد صغار وبعدين حكى ليتس كول ات ماي مياو بس اذا بتسمعي الليركس تبعون الغنيه زي اللي عنده معنى ثاني فشو حقيقه الموضوع حتى انت بدك تقوليك كلهم ليش في وايد ناس قاعد تكلم في هذا الموضوع ليك ما قلت لك هو انه اللي كتب الغنيه غير يلي بس حط ماي مياو قلت لك هذا شخص وهذا شخص سو اكيد بيكونوا ريليتد لبعضهم بس هو انه مثل لعب على الحكي يعني انه عم تلعبوا على الحكي اكيد يعني انه اوقات عم تلعبوا علينا يعني عم تلعبوا علينا قصتنا لا لا بس الأغنية أنا عايز أقول لك حاجة بصراحة هو في إيه أنا مش فاهم أي حاجة أنا مش فاهم يعني لا ده بجد يعني إيه إيه اللي بيحصل في الأغنية اللي بيحصل يعني ممكن إيه ممكن تشرحي لي ده إيه اللي أنا بس ممكن تشرحي لي أكتر يعني إيه الأغنية قلت لك هي مضمون الأغنية ميوزك الغنية لا I know it's pop والميوزك مضمونها أنا قصدي المضمون بتاعها شو المسج اللي بتقوله عن طريق الاغنيه انه هي مثل عم تلعب معه وعم تقول له انه انت اذا بدك ياني وما بعرف شو بعرف انت طب يعني اتس بتعرف وقت يعني بتحب بنت بتصير انه بدك اياها وبدك تركض وراها وبدك تلحقها وبدك ما بعرف شو تعمل انه اي فيديو كليب ثاني عندك عمر من الاخر لا من الاخر عمر 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 مش بلاك لا لا قطو انا مش لا ما بالقط لا 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 ما بالقطو فهي تقول انا خليني لا لا هي تغني اقول لك هي تغني حق الريال وكذي وهذا فانت تكون الرجل يعني انت يعني تحب الشغلات هذه وعلى فكره يمثل بالكليب يعني طبعا على فكره عنده حاضر مدير الاعمال وين وموجود وعلى فكره عمر استعراضي وعنده البادي تكنيك وعنده ايضا الرياضي والفت عنده على راسه يعني بتخيل لا في احنا في كم في هيك سين بيناتنا مش غلط احنا على فكره زي سميناهم يعني اصدقائنا ها عمر فت البرنامج وهذا كينج البرنامج وهذه سندريلا البرنامج وهذا جميل البرنامج خلص بعتقد لقينا كل وهذه كيوت البرنامج وهذه شهرزاد البرنامج شفتي انا وزعتهم وطبعا انت وردة البرنامج اللي نورتنا اليوم لابسة زهري ها انت لابسة زهري وردة البرنامج اليوم وانا عادي يعني اخوكم البسيط في هذا البرنامج تواضع طب اقولي ليش رايك في ماريا دانا ودومينيك حوراني شو رايي فيهم بشو كمطربات منو كلهم عم بيقدموا قصص بركه انه مهضومه يعني ايش القواسم المشتركه بينك وبينهم انا ماشي انا غنيت totally different انا غنيت انجلش بامريكا غير ستيل يعني ما فيك تشبه كثير بعاد عن بعضهم يعني كلهم بعقده انا عن جد ما يعني ما عندي ضد حدا بالعكس بس انا غنيت انجلش يمكن بس غني عربي فيه اعرف وين يعني بلاقي حالي نجمتك العربيه أكثر. المفضله نجمتك العربيه المفضله ودك يعني كثير في نانسي نوال اليسا بحبهم كثير انه في كثير الفنان الشاب اللي تحبينه شاب حين شاب تنجح احلى واحد طب بس اقول لك تنزعجي اذا حطيتك في هذه لا 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 انه امين انه كل واحد عنده
يعني ستيل وهيك. هل هذا الحكي الكليشي كل يوم نسمعه وكل يوم منقوله؟ بس انه عن جد انه يعني انا كليبي وقت نزل انه كلهم قالوا لي انه واو انه جريء انه صورتيه برا فيه رقص ما كان بعد كلهم عم بيرقصوا كوريغراف بالكليب هالقد. هلا انت مثلتي وغنيتي وقدمتي برامج، وين بتشوفي حالك اكثر؟ وين بتحبي تضلي؟ في مكان هلا واحد. حسيت انه انا يعني كلهم حلوين. يعني انت هلا لتسي هون بعد شوي حدا بيقول لك بيعرض عليك تكوني ايماج لبراند اذا مرتبه حلو بتعجبك بتحبي لها، يعني بتصير انت براند قد ايه بيصير عرض وطلب عليك. زي انت شو حبيتي؟ انت حبيتي التقديم الغنى؟ ايه قلت لك التقديم اكثر، لانه التقديم شو حبيتي؟ ايه يعني هذا اكثر بالنسبه لك. ايه يعني شو التمثيل؟ نعم تمثيل ما كتير حبيت، عملت موفي وعملت مسلسل. التمثيل بيخد لك كتير وقت بالوقت يلي بتكون عم تنتج قليل، يعني اوقات بتقعد كل نهار عم تعمل مشهدين. يعني فيلم بده ياخد منك وقت كتير طويل لينعرض، يعني عرفت شو قصدي؟ يعني اخذ كتير وقت ومدخوله قليل، ويعني وحتى الانتاج بلبنان قليل، يعني بتلاقيه كله هدول بدون سبونسر، خلينا نشوف مين بيقدم لنا هيك، يعني تحس انه تعتير، يعني انه بس مين بده يعطينا. بدك تغني انجلش بدك تغني عربي، اي ستايل بتتبعي؟ ليكي رح اعمل فيري سون عربي، عبالي اعمل غنية مصرية. عشان قاعد على ده انت داخله في حته كمان صعبه قوي، بادية بدايه صعبه كمان. عبالي اعمل نعم في كاتب معين اوريدي كاتب صراحه لا، بس اللي عمل 6 الصبح يعني بدي هيدا ستيل هيك غنيت حسين الجسمي المصري. لا يعني هيدا الستيل اللي بتلاقي المصري المهضوم، بحس انا اكثر شيء المصري قريب ومهضوم. مش عارفه احنا والله قريبه يعني. انت بتحرجيني ذوقك والله. على فكره كثير حبيت البروجرام كيف هيك في من كل بلد. جميل رايك فيها؟ طيب شوفي اهلا وسهلا فيك ببرنامج من الاخر. هلا واعي. انا احنا طبعا بنمثل فئات مختلفه من العالم العربي ومن المجتمع كمان. انا راح اكون صريح بقول لك انا بالنسبه لي ثمز داون فنيا، لانه بعتبر انه في فنانين ومغنيين وملحنين كفايه انه الواحد بيقدر يرتقي بهذا الفن. بس كمان انا بالنسبه لي ثمز داون مجتمعيا واخلاقيا، لانه احنا بنمثل عرب بعالم عربي، والناس لما يتبعوا شخصيات مثل هيك صعب الواحد يشرح لبنات بالمدرسه، بنات تقرب له انه وين يروح. فسوري بس مزبوط، لانه الجيل الجديد يلا رنا ثمز اب على التقديم وعلى كل شيء تسويه غير الغناء، بس ثمز اب. اوكي فرح. انا ثمز اب اكيد، ماي مياو ماي ووف اللي بدك اياه، ما احلاكي بتجنن حياتي. ثانك يو كريم. انا دغري توقعت منك هيك، لانه حسيت تعرف الجينيريشن مقسوم شوي، بتلاقي يلي بعدهم عايشين بالقديم، يلي بعدهم بيفكروا انه بس لازم الواحد يغني فيروز ومحمد عبده هيدا حبيب القلب. وفي ناس الجينيريشن وجهة نظر كريم اكيد 100%، وفي الجينيريشن الجديده يلي احنا معك، يعني بتبين من ستيلك، يعني يو جو يعني مع الترند، مع ستيلك، مع التاتو، سو يور نوت هيك حدا. سو انا بدي اعطيك وانا جايك الدور عبد الله. انت ضلك خلص احنا مع بعض. كريم انا طبعا بعد الكلام الجميل اللي انت قلتيه على مصر ده وعلى المصريين وعلى اللي قاعد جنبك على ايدك اليمين طبعا خلينا فاهمين اكيد تومز داون. لا اكيد مصاري معروفين بخف الدم. شفتي قلت لك اكيد تومز داون، ما خدتيش بالك صح؟ لا ما بقول لك خف الدم، يعني ربنا يخليك. لا تومز اب طبعا وجود لك، وان شاء الله الاغنيه اللي هتعمليها في مصر بيقولي لي بس عليها عشان اكيد. عمر بن حيدر طبعا انا تومز اب لمواهب ممثل بده يمثل. لحظه خلينا نسمع. اوكي تومز اب
اوكي مواهبها طبعا، لكن ثامز داون لازم تجربين التمثيل لان هالجمال يباله تمثيل. لا قلت لك رجعنا على الجمال جماعه الخير ما في رجعنا على الجمال. لا صراحه اذا عندك الشكل وعندك الطموح وصرتي لين امريكا تدرسين ومثلتي افلام، هذه تعلمتي شيء وشفتي يعني ساعات انا اشوف الغنى وما عملت فيلم بلبنان وعملت مسلسل، بس عم بقول لك الانتاج لكن ما ضعيف. ما دف ما دفعت هذا على سبيل ايه؟ تقولين ابى اكمل ابى اسير لا ان شاء الله كان صعب ان شاء الله ان شاء الله ايه مش صعب. عم بقول لك الانتاج وقتها بيكون ضعيف بتحس داون لكن يعني الانتاج هذا للمنتجين يعني انت عليك اللهم دراسه الخلفيه اذا الدور كان صعب تاخذين يعني كممثل في دراسه الشخصيه وهالاشياء انت تقومين عليها، هل هذا صعب لك انت يعني هذا ولا يعني هذه شفتي الصعوبة فيه؟ بتعرف التمثيل أصعب من التقديم، أصعب من الغنى. التمثيل عن جد بدك تطلع من حالك يعني صح. أنا بهذا الموفي كنت أرجع البيت أبكي 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 أثرت فيك يعني. يعني إذا عندي مشهد أبكي إنه هالقد أثر فيي. مثل أختنا مثل أختنا اللي تبكي بترقص بتعطي فيلينغز حلو. التقديم بتطلع مبسوط عم تضحك معروف شو عندك تحكي هيك بس تمثيل عن جد صعب. بس وقت يكون صعب بدك الأنتوراج يكون مساعدك، ما كان مساعد إناف هيدا اللي عم بقوله. أي. سميرة أنا بس بدي أقول لكم إذا ما بتعرفوا أنه نانسي كثير بترقص حلو سو ثامز أب موهبة جديدة عن جد كثير حلو هيدا الأخضر اللي من هون تجي كثير حلو أنا أقول لك كمان جود لك وإن شاء الله يا رب عما قريب نشوفك في فيلم أنت وعمر نانسي وعمر في فيلم ها أوكي الله يوفقك إن شاء الله ومنها إلى الأعلى إن شاء الله لأنك فعلا فنانة بمعنى الكلمة مقدمة مغنية امرأة أعمال كل شيء قلت لك إن شاء الله مشاهدينا الكرام فاصل ومن بعدها بنرجع لا تروحون بعيد عندنا فقرة جدا مهمة الصورة أبلغ من الكلام، قفز في الهواء، تكسير الطوب أو الحصى، السير على المسامير، قناع على العيون وسيف في اليد، جنون الحركة، خطورة الألعاب وعرض مثير جدا 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 مع فريق البواصلة الدولي بقيادة فاضل عايش الأحمد.
بواصل الموضوع يعني اوكي عرض وايد مو يعني وايد مشوق ان الواحد اوكي يشوفه لكن شفته في التلفزيونات لكن قدامي على الطبيعه يعني اول شيء اقول شو موضوع الطفل الصغير هذا طبعا الطفل هذا هو اخويا حسين متدرب معنا وهو عمره سنتين سنتين الحين ما شاء الله كم عمره 10 سنوات 10 سنوات يعني 8 سنوات وهو يتدرب معنا انت اللي دخلتها وياك هالشغل ولا هو كان لرغبة أن يدخل بإرادته؟ طبعا أنا بطبيعتي ما أجبر أي حد على شيء. أنا عندي ابني باسل عمره 6 سنوات يهوى الفنون القتالية، مع ذلك أنا ما دخلت التدريب. ما دخلت ودك ودخلت أخوك؟ لا هو لا أنا أقصد لك شنو أنه هو يحب يتدرب أخليه بطبيعته، يعني هو يحب يلتحق معنا بطبيعته بإرادته أوكي، ولكن أنا ما أجبر أو أودي مع التدريب بإرادتي أنا، إرادته هو هي اللي تحركه. ما تلاحظ إن هالموضوع يعني بالنسبة لي شوية أو يعني هالشو شوية غريب على المملكة السعودية؟ أكيد، حنا طبعاً تجاوزنا الفنون القتالية التقليدية، يعني فنون مثلاً الكاراتيه تعتمد على الكاتا اللي هي سلسلة الحركات والأشكال، القتال مثلاً الكوميتيه، أيضاً مثلاً تايكواندو البومزا اللي هي نفس الشيء الأشكال أو هذه كلها شغلات تقليدية. احنا تجاوزنا شغلات تقليدية، حبينا من هذاك طبعا من الشيء هذا ان احنا نكتشف القدرات والمواهب موجودة عند اللي هو الاشخاص ذي الشباب او الاطفال على جميع الفئات العمرية. انتوا كم شخص بالنسبة لفريق البواز الان 3 اللي جوا معي، يعني أوكي. احنا فريق متكامل، ولكن المتميزين كم واحد اصلا 28 مستمرين 28 ما شاء الله. نعم طبعا التدريب يجيك بالمئات، ولكن في من يستمر في من لا يستمر. اوكي شو الشروط يعني الحين اذا عبد الله حاب يدخل معاكم هالفريق اوكي تقدر عبد الله ضاين على راسك ومشامير هي
هي اقدر اقدر هي هي يا عبد الله ما في شروط الا انك بس تتحمل ذلك يعني يعني ما في مثلا شروط فطول معين او جسم معين او 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 شغلات معينه ولا عادي؟ هي الالعاب هذه القتاليه العاب فرديه، ممكن يجي لك واحد وزنه مثلا زائد واحد وزنه، هذه كل شخص له قدرة خاصة مهما كان وزنه أو طوله. نعم، لأن فقط حنا طبيعتنا في فريق البواسل نكتشف القدرات هذه، نصقلها، ننميها، نبرزها، سواء محليا أو عالميا. شفت الحصة الصغيرة هذه؟ نعم. هذه أنا هذه ما أستحملها، بتحط فوقي ثلاثة أربعة وتكسرهم على بطني، مستحيل مستحيل. كيف بتصير عملية التمرين؟ كيف بتصير عملية التمرين وقبل ما تبلشوا تعملوا البرفورمانس أو العرض تبعكم؟ نعم. شو بتعملوا؟ كيف طبعا بالنسبة للتمرين اللي عندنا ستيب باي ستيب، خطوة خطوة للاعب، يعني مستحيل ندرج اللاعب نوم على المسامير مثلا. يعني نوم على المسامير طبيعة، لو شخص عادي نام على المسامير أول شيء راح يمل زغلالة بالعينين، ممكن يغمى عليه، ضيق تنفس، ما شابه ذلك. لذلك اللاعب محتاج ستيب باي ستيب في مسألة التدريب هذه. يوم التدريب مثلا الآن اللاعبين من الصباح مو ماكلين شيء، الأكل لحوم بالذات مثلا اللحوم الحمراء تؤثر على وقت الهواية التمرين. ففي أشياء كثيرة يعني نعتمد عليها. أنا هقولك على حاجة، لا معظم الناس لما أنتوا أكيد عملتوا عروض في كذا مكان وكذا بلد، نعم. إيه أكتر إقبال على أني أي نوع من أنواع المغامرات اللي أنتوا بتعملوها الناس بتحبها قوي وتتفرج عليها؟ هي السيف تقريبا هو المشوق والمرعب في نفس الوقت. ولكن تقدر تحكي لنا ايه اللي بيحصل في سيف عشان احنا غالبا النهارده مش موجود معانا؟ طبعا احنا السيف اللي نملك سيف عندنا سيف ساموراي. سيف ساموراي معروف له طاقه خاصه، مثلا سيف الساموراي لما يلمس جسم اللاعب ما يتوقف، مهما تكون انت قوتك وطاقتك ما تقدر تمسك السيف، يمشي مباشره. لذلك المجازفه بالسيف اما نجاح 100% او خساره 100%. فتشويق بالسيف يقوم على ان السيف اساسا هو اداه قاتله، هذا واحد. اثنين، احنا نعمل السيف باغماض العين، يعني نغمض العين كليه ونعتمد على طاقه اللاعب، واحد. اثنين، طاقه الماده الموضوعه اللاعب، مثلا الخيار او مثلا البطيخه او شيء معين، الفاكهه هذه، ونعتمد على طاقه السيف. انا ايضا لي طاقه خاصه استخدمها اثناء التعامل مع السيف، ولذلك السيف لربما تقوم دهشته ورعبه ان ما في يعني اما نجاح 100% او خساره 100%. ما فيش نص نص، هو ما في نص نص، ما في نص نص. الحين انت باغماض العين ان شاء الله. عمر، كونك رياضي وتحب الرياضه وايد، يعني ممكن في يوم من الايام تتجه، يعني انت اوكي في الاستعراض والرقص وكذي، ممكن في يوم تدخل شغله مثل كذي فيها خطوره؟ لا، خطوره على الجسم هالاشياء لا ما انصح فيها، خاصه بالاعمار هاي ما انصحها، لان ما اشوف فائدتها. شو بتفيدني في الحياه؟ هو مش رياضه يعني، مبدئيا شو اللي بستفيد فيها؟ هي قدرات خاصة موجودة. أنت مثلا الرقص الآن، أنت شو تستفيد من الرقص؟ عندك موهبة خاصة، عندك قدرات خاصة، بس هاي موهبة تكسير حجارة. أنا مثلا اللي كان يتكلم عنه، أنا ألعب رياضة اسمها كابويرا، تعرفها البرازيلية. نعم. فاللي أشوف فيها البرازيلية تعلمني أشياء وايد، تعلمني في غنى، في لغة ثانية، في مثل الحضارات ما بينها، في يعني فيها تجمع حضارات. جميل. أنت أخذت الظاهر الآن. إيه. أنت أخذت الظاهر. حنا ندرب اللاعب على قوة التحمل الداخلية. أوكي. الإنسان لما يستطيع أن يقير من ذاته يؤثر في الآخرين. الحقيقة أن إحنا نصنع رجال وليس نصنع فقط لاعب استعراضي. أنت لوين فيك فكرك رح تغامروا أو توصلوا، أو يعني الليمت تبعكم لوين؟ إيش فيك تجرب؟ إحنا ما عندنا طبيعة الإنسان ما عنده قدرات محدودة. يعني ربما اللاعبين في شيء يسمى في علم النفس الرياضي الحدود العليا للاعب، يعني في مستوى معين لربما اللاعب يصل الى هضبة الأداء انه ما يقدر يستطيع يؤدي اكبر. ولكن طبيعة الانسان انه هو انسان معطاء، عنده قدرات خاصة، فقط يحتاج ان ينمي تلك القدرات، ينمي تلك المواهب الموجودة، وبالتالي يصل. فما اقدر احط مثلا حد معين الى اين يصل اللاعب، لان بعد احتاج ان اللاعب يستمر معي طوال حياته. بما ان اللاعبين كثير من اللاعبين يصل إلى مستوى معين، ظروف الحياة اليومية مثلا تأخذ، ظروف الحياة المعيشية تأخذ، ولكن طالما اللاعب متواجد في الفريق معنا فهو ثق أنه على أتم الاستعداد أنه يؤدي إلى ما لا نهاية. يعني هذا الشو اللي صار وقوة التحمل اللي يتكلم عنها، وقولوا لي رأيكم بصراحة. أنا هقول لك بصراحة، أنا هديكوا thumbs down عشان أنت قلت إحنا بنصنع الرجال، مش شرط نصنع الرجال تكون إن أنا أحط طفل أو أكسر أي حاجات. ولكن هذه خالص. طريقة، هذه طريقة. أنا بدي الموضوع ده، ممكن تصنع رجال بطرق أحسن. اللاعب الحربي أو الشخص الرجل الحربي، يعني أنتوا
في مصر صح؟ لا مش في مصر، بقول على على بني ادمين عامه في اي التجنيد حتة. التجنيد التجنيد كيف يخرج الرجل الجندي؟ الجندي مش بجيبه هو عنده 7 أو سنتين وابدا اكسر عليه حاجات واحطه تحت 7 أو سنتين هذه هو جايب رغبته لانه متدرب مو يوم. لسه مش أنت. فاهم حاجه عشان يبقى عنده رغبه. انت بتتكلم عن 3 سنين متمرن والآن عمره 10 سنوات. بس شوف شوف كلامكم انتوا الاثنين صح، بس في النهايه اكيد كل واحد له وجهه نظره، كل واحد يعني يعني هو وجهه نظر في فريقه وانت كيف تنظر بطريقه الانسان. انا اريد اوصل الى ان جميع الفئات العمريه عندها قدرات خاصه، فليش انا احد هذه القدرات؟ القدره هذه موجوده عند الانسان ولكن برغبته هو يتجه الى الاتجاه المعين وينمي. أكيد. إذا حصل مدرب متخصص في ذلك ينمي قدراته بشكل أفضل. أكيد. فقط نسمع رأي رنا. أنا أعتذر طبعا، أنا ضد هذه الأشياء وأشياء تأذي لعيني ما أقدر. جميل والله شكلي ماشي أنا عكس الجروب اليوم لأنه بعطيك ثمز أب، لأنه أنا بعرف أنه من وراء هاي الأشياء في زي ما أنت 30 سنة مثلا بحالتك من الرياضة ومن بالسعودية أكثرية بالعالم العربي ما في كفاية من الشباب بيعملوا رياضة. يكفي مغلب زوجتي والله معي يعني تركها طول الوقت. فيعطيكم العافية إن شاء الله يكون في دائما أمن وسيفتي بهاي الأشياء. أكيد إن شاء الله. أكيد. فرح عكسك كليا، مبدئيا بحترم المارشال آرتس وكاراتي وتاكوندو، أنا عمي إيتان، بس تكسير البلاط والرخام على راس الناس هاي is not رياضة zero at all يعني thumbs down. أوكي عمر أحب الرياضة وتعرفني أحب كل شيء، لكن صغار وأيدك كريم صغار فالأشياء لا يعني هاي لا مو بخارقة، هاي قتال وياه لازم يكون في البيت أو في المدرسة يقرأ كتاب ولا شيء، فاسمح لي أخبي. سميرة أنا صراحة لحديث هلأ بعد قلب عم يوجعني من جوا هيك حاسن هيدا الشعور يعني سوري thumbs down. طبعا أنا في النهاية أقول رأيي، أول شيء دائما أي جهد يبذل نقول له يعطيك ألف عافية على أي جهد صح. لكن أكيد ضد موضوع أن أي أحد ممكن يتأذى أو ممكن أي شيء يستوي لا سمح الله في بأي طريقة غلط، لكن في النهاية أنتم عندكم يعني رسالة إن شاء الله يكونون يعني مشاهدين الكرام وصلت لهم رسالتكم أنتم. في النهاية كل واحد أكيد له وجهة نظر يعني للحرية أنه يقولها. شكرا لكم طبعا وشكرا على وجودكم معنا. بس أضيف نقطة أخيرة للفرق، الفرق العالمية المعروفة من الاستعراضات كلهم يعني مدربين كبار في السن، احنا الفريق الوحيد العربي اللي يؤدي هالعروض بأطفال وشباب بهدف إبراز القدرات العربية الشبابية على جميع الفئات. يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله يا رب تصلون إن شاء الله يا رب للي أنتم تطمحوا له. شكرا لك على حضورك وعلى استقبالك لهذه الدعوة. مشاهدينا الكرام شكرا لمتابعتكم لهذه الحلقة، بنختم معاكم على أمل جاكم في حلقة جديدة من برنامجكم من الآخر عبر DMTV. هذا البرنامج برعاية